بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الدرس الخامس من دروس دورة الإكسل 2013. وفي الدرس دوت هنتكلم عن شوية حاجات، هنتكلم عن البحث، هنتكلم عن الاستبدال، هنتكلم عن أوامر الانتقال، ويعني ايه تعريف اسم، ويعني ايه تحديد، هنتكلم عن الانتقال الخاص واستخدام التعليقات، هنتكلم برضو عن إدراج الصور وضبط الصورة، هنتكلم عن أنماط الصورة وتنسيق الصور بشكل يدوي، والترتيب والحجم والاختصاص. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا نجهز مجموعه من البيانات وهنبتدي نشتغل عليها. اول حاجه عاوزين نشوف موضوع البحث ده ماشي ازاي. لو انا حطيت المؤشر بتاعي هنا في المكان دوت ورحت على الصفحه الرئيسيه، هتلاقي في الاخر هنا في حاجه اسمها البحث والاستبدال. خلينا في البحث الاول. لو ضغطت على كلمه بحث بهذا الشكل هيطلع معاك مربع حوار ممكن يكون ناقص بالشكل دوت، بتضغط على خيارات بيكبر معاك. لو انت جيت في البحث هنا وكتبت مثلا انا عاوز ادور على قيمه وليكن مثلا قيمة 5000، وقلت له هنا بحث عن التالي، هبص تلاقي جاب لك المؤشر في المكان دوت، بحث عن التالي، مفيش حاجة تانية، مفيش غير المكان ده دلوقتي الموجود. في حاجة اسمها تطابق كافة مكونات الخلية، بمعنى صح ان هو زي ما تكون الكلام مكتوب هنا زي ما هيبتدي يدور ايه عليه. يعني لو كان المربع ده مش محطوط كده، او العلامة دي مش محطوطة كده، معناها ان الكلام اللي هو موجود ده ممكن يكون جزء من النص فيجيبه، لكن لو كده يبقى يجيب لك بس الحاجات اللي هي متحددة هنا او مكتوبة في المكان دوت. تمام كده. لو انت عندك اكتر من قيمه مثلا بحث عن، بتعمل حاجه بحث عن الكل، فيجيب لك الورقه ويجيب لك المكان بتاع القيمه فين في الخليه. يعني مثلا بيقول لك دي في الخليه بي 5 والقيمه بتاعتها كام؟ 5000 اللي هي المكان ده. لو انت عندك اكتر من قيمه زي 3500 مثلا، 3500، وضغطت على بحث عن الكل هيجيب لك ان في واحده اللي هي البي 3 وقيمتها 3500، وفي واحده اللي هي السي 4 وقيمتها 3500 بهذا ايه الشكل. تمام. ده بالنسبه للبحث. طب لو انت عاوز تعمل بحث واستبدال، بتيجي في البحث هنا وتختار بحث واستبدال اللي هو دوت، ويقول لك انت عاوز تستبدل القيمه كام بالقيمه كام. هنقول مثلا عاوزين نستبدل 3500 ديت بالقيمه مثلا 5000، ولا خليها 5050 عشان تبقى حاجه مختلفه، ونقول له بحث عن التالي. هيقول لك خلي بالك القيمة اللي موجودة عندك اللي هي ديت 3500 اللي هي موجودة في البي 3، ادي البي 3 اهي 3500، هعمل لها استبدال بكام؟ ب 5500، اتغير بالفعل. والقيمة التانية اللي هي ديت اللي هي السي 4، ادي السي، ادي 4، ولو ضغطت عليها بالشكل دوت واقول له استبدال هيتم استبدالها بايه؟ بالفعل. تمام. ده البحث وايه والاستبدال. طيب هنقفل كده. احنا عرفنا ان ده اسمه شريط الصيغة، وعرفنا بعد كده ان ده يعني حاجة عشان بتجيب لك اسم الخلية اللي انت ايه واقف عليها. طب لو انت هنا كتبت اسم الخلية، يعني انا قلت له مثلا هنا انا عاوز بي 3، بي 3 بالانجليزي، وضغطت انتر، هبص تلاقي فين؟ راح على بي 3. راح على بكام؟ بي 3. تمام كده. طيب لو انت عاوز تسمي نطاقات على بعضيها، ممكن تروح محدد كده وتعمل كليك يمين وتختار حاجة اسمها تعريف اسم. تعريف ايه؟ اسم. هيقول لك اكتب اسم النطاق بتاعك او المدى بتاعك، البيانات بتاعتك ديت اكتبه مثلا عناوين، مثلا العناوين، واقول له موافق. يبقى النطاق اللي انا سميته ده يا جماعه اللي هو كلمه ايه؟ العناوين. تمام كده. اصبح موجود في المكان اللي عندك اهو، بحيث انت ممكن تختاره وتشتغل عليه. برضو ممكن اسمي دول مثلا، كليك يمين واعمل لهم تعريف باسم اسماء، مثلا طلبة، ما اعرفش هو بيقبل بالمسافة ولا لا، بس هو طالب ما يعرفش بالمسافة. لو قلنا له ما في، لازم يقول لك ايه ما فيش مسافات، حط اندر سكور يكون احسن، حط اندر سكور كده، نقول له موافق، هتلاقي بيها بقى اندر سكور بيكون افضل، ما تحطش مسافات. طيب لو جينا حددنا البيانات ديت وقلنا كليك يمين واخترنا تعريف بالاسم، وقلنا مثلا ديت درجات، درجات اندر سكور الطلبة، وقلنا موافق. يبقى انا لو جيت هنا يا جماعة كده وفتحت ديت بهذا الشكل، هتلاقي مثلا الاسماء ما انت حددتها كده هتيجي معاك. لو قلنا مثلا درجات الطلبة هتلاقي حدد لك النطاق دوت. لو قلنا مثلا العناوين بالشكل دوت هتكون حدد لك ايه الجزئية اللي فوق. يبقى دي انت ممكن تظبطها وتسميها زي ما انت ايه، زي ما انت عاوز
في نطاقات من الاسماء بهذا الشكل، بحيث ان انت ممكن تختارها وتشتغل عليها وتنتقل ليها زي ما انت عايز. طيب في حاجه كمان، انت في حاجه اسمها الانتقال الخاص عن طريق استخدام التعليقات او حاجات معينه. لو انا حددت مثلا خليه زي كده وكليك يمين وقلت له ادراك تعليق، وكتبت هنا درجه عبد الرحمن في ماده، درجه عبد الرحمن في بدل الانتقال، في بدل الانتقال بس على سبيل المثال، ولا قلنا بدل الانتقال بتاع عبد الرحمن على بعضيه على رأيك انت. خلاني اشتغل مش مع الكلام اللي احنا كاتبينه، ديليت. الشركة كلها احسن، بدل انتقال عبد الرحمن. تمام كده عبد الرحمن. طيب كتبنا كده ايه تعليق، يبقى كده في الخليه دي في تعليق باسم بدل انتقال ايه عبد الرحمن. لو انا جيت على الخليه ديت وجيت هنا في التحديد، هتلاقي في حاجه اسمها ايه الانتقال الخاص. تمام كده الانتقال ايه الخاص، لو ضغطت عليها الانتقال الخاص ديت هديني مديني من ضمن الاختيارات للانتقال للحاجات الخاصه ان في انتقال على مين، على التعليقات. لو ضغطت كده موافق، بص ده يجي لك على مين، على ده. يعني مثلا انا واقف هنا اهو وقلت له تحديد وروح انتقل لي على الحاجات اللي فيها تعليقات، وقلت له موافق، هبص لاقي المشروع بتاعك جاي على ايه، على الحاجه اللي فيها ايه تعليق بهذا الشكل. طيب برضو في اختيار في البحث والتحديد اللي هو الانتقال الى، بيقول لك في الانتقال انت ممكن تحدد نطاق البيانات اللي انت عاوزه، لو ضغطت عليه كده اهوت وقلت له موافق هيبتدي برضو ينتقل لك ايه للمكان اللي انت عاوزه. ده طرق من التحديد وطرق من ايه من الانتقالات اللي موجوده ممكن تستخدمها لو انت يعني طورت شويه في الاكسل ودخلت في مرحله برمجه ولا مرحله مثلا شيتات كتيره ممكن تشتغل عليها. طيب هنيجي بعد كده في درجه الصور، ودرجه الصور كان سهل. لو دخلنا في درجه يا جماعه نلاقي في حاجه اسمها الصوره، نحط نضغط على الصوره ونختار شكل الصور اللي احنا عاوزينها، وليكن بالشكل دوت او ده، ناخد ديت. هتنزل الصورة معاك بهذا الشكل، بتنقلها انت في المكان اللي انت عاوزه وليكن بالشكل ده. طيب لو انا حددت الصورة بيفتح معاك ايه تنسيق، والكلام ده احنا شفناه في الوورد قبل كده، هو نفس الكلام اللي طبق فين في الاكسل. ازاي مثلا لو في خلفية ممكن تعملها ازالة، هي ملهاش لازمة قوي هنا بس عشان اصلا الصورة كده كده بي ان جي. تمام كده تحتفظ بالتغيرات. ازاي انت تعمل تصحيحات للصورة لو انت عاوز تغير في لونها شوية وتظبط في لونها شوية على حسب ما انت عاوز. ازاي ان انت تبتدي تشوف موضوع الالوان برضو لو انت عاوز تحط لها لون مثلا مخصص بهذا الشكل. ازاي تعملها تأثيرات فنية لو انت عاوز تديها تأثير فني بهذا الشكل. ازاي تضغط الصورة لو انت عاوز تضغطها بحيث ان يقل حجمها في الاكسل عندك، مثلا ممكن تخليها على بريد الكتروني 96 نقطة فكده يضغط حجم الصورة. لاحظوا ازاي تعمل تغيير للصورة لو انت مش عاجبك الصورة دي تغيرها بصورة تانية، استعراض وتختار صورة تانية وليكن زي كده. تمام ازاي تعمل اعادة تعيين للصورة لو فيها مؤثرات مثلا زي التأثيرات الفنية اللي انت عملتها ده وعاوز ترجعها تاني للصورة الطبيعية، تعمل اعادة تعيين للصورة. ازاي تطبق عليها انماط، تيجي في الانماط زي كده وتختار النمط اللي انت عاوزه مثلا بالشكل دوت، ولو مش عاجبك النمط دوت مثلا اخترنا نمط سهل زي كده مثلا او كده او كده، لو مش عاجبك النمط مثلا بهذا الشكل تعمل اعادة تعيين للصورة. تمام وبعد كده تبتدي تحدد انت اللي انت عاوزه ايه بالظبط، ممكن تدي لها حدود عن طريق تختار لها مثلا حد زي كده بسمك معين بهذا الشكل، ونمط الشرط مثلا يكون بشكل معين بهذا الشكل. وبعد كده لو حبيت تدي وزن مثلا برضو تدي وزن، وهكذا. لو انت عاوز تدي لها تأثيرات مش عاوز حدود طبعا بتقول له بلا مخطط تفصيلي، لو عاوز تحط تأثير بتدي لها تأثير في تعيين مسبق زي كده، انت ممكن تديها تعيين مسبق بهذا الشكل على حسب ما انت عاوز. وفي التأثيرات التانية زي الظل، زي الانعكاس، زي التوهج، زي الحواف الناعمة، زي المجسم المشطوف، زي الاستدارة، كل دي حاجة مؤثرات موجودة انت ممكن تختار منها وتظبطها، مش بس التعيين المسبق ده. طيب في كمان في عندك ان انت ممكن تحط الصورة دي في مخطط، يعني تفتح كده وتختار شكل مخطط من المخططات بحيث تحطها مثلا كنص زي كده او باي شكل من الاشكال موجود عندك، ولكن مثلا الشكل ده اظن ده كان مناسب.
اي شكل من الاشكال انت ممكن تختارها على حسب شكل الصورة اللي عندك. هناخد ده مثلا ونكتب النص اللي انت عاوزه بدل انتقال. وطبعا انت ممكن تنسق الالوان بتاعت المخططات ديت وتظبطها زي ما انت عاوز برضه، وزي ما عرفنا قبل كده في موضوع الووردز ممكن تغير الحجم لو انت شايف ان الحجم مش مناسب قوي، يعني تظبط في الاحجام بتاعت الكلام دوت بحيث انها تلاقي مع بعضيه. ويتظبط شكل الصورة معاك ولكم بشكله. تمام. طيب انا هعمل تراجع كنترول زد في كمان عندك في التنسيق، في عندك اللي هي الحاجات اللي هي خاصة بالترتيب، وحاجات الخاصة بالترتيب لازم يكون عندك اكتر من حاجة عشان تبتدي تشتغل عليه. يعني انت ممكن تيجي تعمل ادراج، تختار صورة تانية، تختار صورة زي كده مثلا ادراج، اصبح عندك ايه صورتين اهو مثلا بالشكل دوت. لو انت جيت في مثلا الصورة الأولانية عاوز ترسلها للخلف تقدر ترسلها للخلف، عاوز تحضر للأمام تقدر تحضر ليه للأمام، لو عاوز تبعتها ورا النص بتيجي هنا إرسال خلف إرسال خلفية إرسال خلف، ما مش جاي ورا النص، مفيش ورا النص يعني. تمام، في بس اللي هو إرسال بس إحدى للأمام وإرسال ليه للخلف. تمام. طيب لو انت عاوز تحدد مجموعة من الكائنات مثلا بالاسم بتيجي بجزء التحديد دوت وتختار الجزء او الصورة اللي انت عاوزها بهذا الشكل. لو انت عاوز تعمل محاذاة للصور بتحدد الصورة الأولانية وتختار الصورة التانية كنترول، وبتدي تعمل محاذاة في الاتجاه اللي انت عاوزه مثلا محاذاة لأعلى وليكن بالشكل دوت، تلاقي الصورة اتحذفت لأعلى. طيب لو انت عاوز تجيبهم في المنتصف تعمل محاذاة مثلا للمحاذاة للمنتصف، هتلاقيهم الاتنين جم على ايه على المنتصف بالظبط، وهكذا. لو انت عاوز تجمعهم هما الاتنين في مكان واحد تحدد وتختار ايه تجميع، تختار تجميع كده اصبحوا صورة ايه صورة واحدة، بحيث تكبر وتصغر زي ما انت ايه زي ما انت عاوز. دي فكرة ايه التجميع. لو عاوز تفك التجميع بتفتح التجميع كده وتقول له فك لي التجميع، بينفك التجميع معاك كل واحدة تبقى ايه لوحديها. لو عاوز تعمل استدارة بتحدد الصورة وتختار استدارة اي نوع من الاستدارة دول على حسب ما انت عاوز. بعد ما تقول له مثلا اوكي خلاص بتبتدي يحصل لها استدارة كنترول زد. طيب في عندك لو انت عاوز تقص جزء من الصورة مثلا تيجي على اقتصاص بتحدد وتقص زي ما انت عاوز، بعد كده تضغط انتر او اقتصاص مرة تانية يبتدي يظبط لك الاقتصاص بتاعك. لو عاوز تغير في حجم الصورة كنترول زد، لو عاوز تغير في حجم الصورة بتحدد الصورة بتاعتك وتدي لها ارتفاع او عرض زي ما انت ايه زي ما انت عاوز. وهتلاحظ ان هما الاتنين شغالين ايه شغالين مع بعض. ولو انت عاوز اي اختيارات زيادة في موضوع التنسيق سواء للصور او للحجم والكلام ده كله بتضغط على السهم اللي على الجنب ده، بيديك هو الجزء الخاص بالتنسيقات وتبتدي تشوف الحاجات الزيادة اللي انت ممكن تشتغل عليها وتلعب فيها زي ما انت عاوز بحيث توصل للنتيجة المطلوبة. بكده نكون خلصنا الدرس، وتحاول انت طبعا تشوف الاعدادات اللي موجودة كلها وتحاول تغير فيها شوية شوية وتلاحظ التغيير على مين على الصورة اللي عندك. بكده نكون خلصنا الدرس الخامس، وان شاء الله هنكمل الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.